لا مش الادوات اللي بتسبق الفعل المضارع اللي بتنصب الفعل المضارع. كي لن أن كي لم حتى لم التعليم ان لن كي المهم. حتى لم التعليم. تمام، هما الخمسه دول اللي احنا بناخدهم من واحنا ايه في خمسه ابتدائي ولا في سته ابتدائي واحنا بناخدهم. ينصب الفعل المضارع اذا سبق بناصب. تنقسم هنا بقى ايه ده الجديد بقى عندك الثاني، تنقسم ادوات نصب الفعل المضارع الى قسمين. القسم الاول ادوات تنصب الفعل المضارع من غير شروط، اتحطت قدام الفعل المضارع اذا الفعل المضارع منصوب بعدها بدون شروط، وهي ايه؟ ان، لن، كي، لام التعليم اللي انت عارفاهم. انت قلتي خمسه دلوقتي صح؟ ان، لا، حتى، كي، لام التعليم. احنا هنشيل منهم حتى بس. الادوات اللي بتنصب الفعل المضارع بدون شروط اربعه، ان، لن، كي، ولام التعليم. لكن في ادوات تانية بتنصب الفعل المضارع ولكن بشروط، اللي هي ايه؟ حتى، وفي لام، لام اسمها لام الجحود، دي علامه جديده، وفي فاء اسمها فاء السببيه، دي كمان علامه جديده. ايه لام الجحود وفاء السببيه دي؟ هتعرفيها لما ايه نبدا ندخل في ايه في الدرس نفسه. وهو الدرس نفسه عباره عن الفعل المضارع اللي بينصب بيه الادوات اللي هي ايه اللي بتنصب الفعل المضارع بالشرط. يعني لو قلنا تمام. مثلا عليك، عليك ان تجتهدي، عليك ان تجتهد، تجتهد بالفتح. تمام، عليك، استنى، لو قلت الفاء الجمله كده عليك ان تجتهد، تيجي نعربها، عليك جار ومجرور، أن حرف توكيد ونصب، تجتهد فعل، ثانية واحدة، تمام. ثانية عشان أرجع للتعريف، عليك أن تجتهد، تجتهد فعل قلنا إيه؟ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح. الفتح. تمام؟ طيب لو قلت تعاونوا، هي عاملة كده ليه؟ تعاونوا، لا بس صح، تعاونوا لتسعدوا، تعاونوا فعل مضارع، سوري فعل فعل أمر، تعاون أنا بأمر إن هو يتعاون، والواو، واو الجماعة، واو جماعة. لتسعدوا، اللام هنا إيه؟ لام التعليل، هتتعاونوا ليه؟ علي، لماذا؟ لتسعدوا، عشان تسعد تسعدوا. تمام، يبقى اللام هنا لام ايه؟ تعليل. لام التعليل. تمام، طيب لو قلت جملة لن يسمو، لن يسمو دي واو، الوطن إلا بالعمل، إلا بالعمل. لن يسمو، لن حرف نصب، يسمو فعل مضارع ماله منصوب منصوب، لن يسمو الوطن إلا بالعمل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام، ده هنا تمام. الأدوات الأربعة دول مالهم؟ قلنا بينصبوا الفعل المضارع بدون شرط، وجد واحد من الأربعة دول قبل الفعل المضارع على طول الفعل المضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، او حذف النون على حسب ايه الفعل المضارع اللي قدامي. اما بقيه الادوات اللي هي اللي بتنصب الفعل المضارع ولكن بشروط، اللي هي ايه؟ حتى، وعندنا لام الجحود، وعندنا فاء السببيه. ايه دول؟ اولا حتى بتنصب الفعل المضارع بالشرط ان يدل الفعل الذي بعدها على الاستقبال، يعني الفعل اللي بعدها لازم يكون بيدل على حاجة هتحصل في المستقبل. تمام، اجتهد حتى تتفوق، عشان تتفوق قدام لازم تجتهد دلوقتي، عشان تنجح قدام لازم تذاكر دلوقتي. تمام، يبقى الفعل بعد حتى ده الشرط اللي ايه عشان حتى تكون، عشان حتى تكون أداة من أدوات نصب الفعل المضارع لازم الفعل بعدها يكون يدل على الاستقبال، يدل على المستقبل.
بيتكلم عن ايه؟ عن حاجه لسه هتحصل في المستقبل، فان لم يدل على المستقبل الغي عملها. يعني ايه؟ يعني لو ما بتدلش على المستقبل، زي مثلا اجتهدت حتى ايه، حتى اجتهد حتى ينجح، او لا، او حتى نجح، اجتهد حتى نجح، هو اصلا نجح هنا فعل ماضي، تمام؟ لا يمكن الفعل بعد حتى اذا كانت ما بتدلش على حاجه هتحصل في المستقبل، ان هو ايه، ان هي تبقى ايه، تبقى اداه من ادوات نصب الفعل المضارع. زي هنا إيه؟ غاب صديقي حتى لا اشاهده. حتى لا اشاهده، لا اشاهده هنا بتدل على الحال، على دلوقتي، هو مش موجود عشان انا وصلت دلوقتي ومش هشوفه دلوقتي. هل انا بتكلم ان انا مش هشوفه في المستقبل، ولا انا مش هشوفه دلوقتي؟ دلوقتي دلوقتي. يبقى انا بيتكلم على الحال مش على المستقبل، تمام؟ طالما مش تمام. بيتكلم على المستقبل، يبقى حتى التانية دي لا تعمل. اللي بعدها مفيش، ما مش هيبقى لا اشاهد، يعني الفعل اشاهد هنا ده فعل مضارع، الفعل المضارع ده لا، مش منصوب، فعل مضارع تمام مرفوع عادي جدا. واصل لحد دلوقتي؟ تمام دي كده ايه، دي كده حتى. فائدتها ايه؟ فائده حتى، اولا التعليل. التعليل امتى؟ اذا كانت تحل محل كي. يعني هنا الجملة الأولانية، أحرص، أحرص على، احرص على العلم، ده فعل أمر، احرص على العلم، احرص على العلم حتى تنهض بوطنك. لو حتى هنا بتدي معنى كي، إذا هنا فائدة حتى هي التعليم، احرص على العلم كي تنهض بوطنك. هل نفس المعنى؟ نفس المعنى، يبقى فائدة حتى هنا هي التعليم. الفائدة الثانية هي الغاية، الهدف إذا صحت أن يحل محلها إلى أن، يعني زي الجملة، لا استقرار حتى تتحرر بلادنا. حتى هنا هل ينفع أشيل حتى وأحط بدلها إلى أن؟ لا استقرار إلى أن تتحرر بلادنا. تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. تمشي. يبقى الغاية هنا، أو الهدف أو الغاية، هو فائدة حتى في الجملة دي. يبقى فائدة حتى إما الغاية أو التعليل. امتى اقول فائدتها الغايه، وامتى اقول فائدتها التعليل؟ اذا قدرت اشيل حتى واحط بدلها كي، اذا هنا فائدتها التعليل. اذا قدرت اشيل حتى واحط مكانها الى ان، يبقى هنا فائدتها الايه؟ غاية. الغايه. تمام؟ دي كده حتى. ثواني اشوف اذا كان في حد دخل وانا ما محدش دخل تاني. مش مشكلة. طيب انت فاهماني لحد دلوقتي يا شذا؟ تمام تمام، نكمل. ده كده اول ايه، اول اداة من ادوات نصب الفعل المضارع بشرط، اللي هي ايه؟ حتى. إيه الامثلة هي بتاعتها؟ لا، ثانيا، ده من جحود، انا غير حاجات. تنصب الفعل المضارع بشرط ان تسبق بكون منفي. يعني ايه الكون المنفي؟ اللي هو الفعل كان، كان بس. الكون، فعل الكون دوت اللي هو كان، يكون، كن، اللي هو كان بتصريفاتها كلها، ولكن مش اي كان. كان هنا لازم تكون منفيه. اذا كانت، اذا كان كان او تصريفها مثبت، يعني مش منفي، اذا هنا لام الجحود لا معنى لها. ندي مثال، ما كان الله ليعذب المؤمنين، ليعذب المؤمنين. ما كان الله، ادي الكون اللي هو كان، ده فعل الكون كان، وادي ما النفي. يبقى هنا ايه اللام؟ هنا لام الجحود، والفعل المضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتح، تمام تمام؟ والمؤمنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه ايه؟ الياء. تمام. الجملة الثانية، لم تمام يكن المصري ليخون وطنه. قول يا زي في سؤال يا شذا؟ لا مش تمام
تمام. لم يكن المصري ليخون وطنه. يكن هو الفعل المضارع من الفعل كان، وهو جاي هنا منفي لم، يبقى هنا الكون هو منفي، يبقى اللام دي لام ايه؟ لام الجحود. يبقى يخون هنا فعل مضارع ماله، فعل مضارع ماله يا شذا منصوب 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 بالفتح. تمام 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 الجملة بعد لام الجحود أي جملة في محل نصب خبر كان؟ احنا عارفين إن كان وأخواتها، كان الفعل الناقص، يبقى عايز مبتدأ وعايز اسم وعايز خبر. تمام. الجملة تمام بعد لام الجحود في محل نصب خبر كان. يبقى لما نيجي نشوف الجملتين اللي قدامنا دول، أول جملة ما كان الله ليعذب المؤمنين، ما كان الماء حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ، الله لفظ الجلالة اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ليعذب اللام لام الجحود، يعذب فعل مضارع منصوب بالفتحة، والمؤمنين مفعول به خبر منصوب كان بالياء، وجملة يعذب المؤمنون المؤمنين مالها؟ هي جملة في محل نصب خبر كان. اعربي لي انت بقى الجملة الثانية. لم تمام. اعربي. لم حرف نفي لا حرف ماشي، هو جزم من ادوات جزم الفعل المضارع. تمام هو ان كملي احنا الجزم. نحسب ليكن هنا فعل مضارع مجزوم يعني. هيبقى فعلا ما اه تمام ماشي. المصري ليكن المصري اسم كان اسم كان مرفوع علامة رفع الضم. تمام لام الجحود يخون فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لاتصاله تمام بلام الجحود. ايوه وطنه مفعول به، ايوه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تمام وليخون وطنه، الجملة في محل نصب خبر كان. برافو عليك. تمام. فائدتها ايه؟ فائدة لام الجحود هي تقوية النفي. يعني احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب المؤمنين، لا يعذب المؤمنين، ولكن عشان اقوي النفي ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيعذب المؤمنين، فانا بحط لام ايه؟ حطينا لام الجحود، او حط ربنا سبحانه وتعالى في اي لام الجحود. ونفس الكلام عارفين ان المصري لا يخون وطنه. تمام. فعشان اقوي النفي ده اتحطت لام الايه؟ لام الجحود. يبقى لام الجحود فائدتها اهميتها في ايه؟ تقويه النفي اللي موجود في ايه؟ في اول الجمله. تمام. تمام. في مشكله؟ لا تمام. ثالث حاجه فاء السببيه. ايه فاء السببيه دي؟ فاء السبب بيقول لك الحاجه اللي بتيجي قبلها بتبقى سبب للي بعدها. تنصب الفعل المضارع ان تسبق بنفي او طلب، ده مبدئيا يعني، ده مش معناها ان هو الفاء السببيه لما بتيجي في الجمله بتنصب الفعل المضارع بشرط. احنا قلنا الادوات اللي هي حتى ولام الجحود وفاء السببيه بتنصب الفعل المضارع بسبب. تمام. تمام الفاء السببيه بتنصب الفعل المضارع بشرط ان تسبق بنفي او طلب. زي ايه؟ في النفي ما اهملت فاخاف، انا بنفي ان انا اهملت فهخاف ليه؟ ما اهملته فاخاف. يبقى الفاء هنا ايه؟ سببيه. ان اللي بعدها، ان اللي قبلها سوري، اللي بعدها سبب في اللي قبلها. ايه السبب؟ ان تمام انا ما اخافش، ان انا ما اهملتش. انت واصله لك النقطه دي ولا مش واصله؟ شوية. ان اللي بعدها سبب للي قبلها. ما اهملته فاخاف. انا مش خايفه. طب انا مش خايفه، ايه سبب ان انا مش خايفه؟ ان انا ما اهملتش. انا داخله امتحان وانا مش خايفه، طب انا مش خايفه ليه؟ عشان مذاكره كويس. عملت ايه الاول؟ ذاكرت كويس، فلما دخلت الامتحان ما كنتش خايفه. فاهمه حاجه؟ اللي بعدها سبب للي قبلها. قلنا اذا سبقت بنفي او طلب. ايه الطلب؟ ايه هي الطلب؟ عباره عن ايه؟ امر او نهي او استفهام او تمني او رجاء او عرض او تحضير. الامر زي ايه؟ ذاكروا فتنجحوا. ذاكروا ذاكروا فتنجحوا.
لو ذاكرتوا هتنجحوا. تمام. النهي تمام. لا تتكاسلوا فتتأخروا. إذا كسلتوا هتتأخروا، صح. استفهام، بالظبط. هل تنصت فتفهم، يعني لو تسمعني كويس هتفهم. الفعل الثاني هما هتلاقيهم فعلين على طول في البتاع، في الطلب الأول فعل، واللي بعد الفاء فعل، واللي قبل الفاء فعل. الفعل اللي بعد الفاء سبب للي قبل الفاء، هتلاقي الجمل كلها فعلين. تمام. تمام. فما أهملت فأخاف، ذاكروا فتنجحوا، لا تتكاسلوا فتتأخروا. الاستفهام، هل تنصت فتفهم. تمني، هي ليتنا، في غلطة في غلطة حروف هنا. ليتنا نتفاهم، ليتنا نتفاهم فنسعد. ليت اللي هو تمني. الرجاء، لعل الأمور تهدأ فنستريح. نهدأ تهدأ فنستريح. كل دي أفعال منصوبة، أفعال مضارعة منصوبة بعد فاء السببية. العرض اللي هو بيعرض حاجة. ألا أمارس الرياضة، ألا هي المفروض ألا تمارس الرياضة فينشط جسمك. هلا تمارس، يعني ممكن تمارس الرياضة، بطلب منك إن أنت تمارس الرياضة، بعرض عليك إن أنت تمارس الرياضة فجسمك يتنشط، فينشط جسمك. تمام. تمام. وآخر جملة، آخر حاجة، آخر حاجة في الطلب، التحضيض. يعني إيه تحضيض؟ يعني زي الجملة، لولا تأتي مبكرا فتشهد الاحتفال. يعني لو ما اللي هو ايه بيعملوا ويعملوا، مش لو كنت جيت بدري شوية كنت حضرت الاحتفال، مش لو كنت عملت زي يعني فيها معنى للشرط شوية، مش لو كنت عملت كده كان لقيت كده، مش لو كنت اتكيت على نفسك في المذاكرة كويس كنت جبت درجة أعلى. لولا تأتي مبكرا فتشهد الاحتفال، مش كنت جيت بدري شوية تحضر الحفلة. تمام. واصلة؟ تمام. تمام. فائدتها ان ما قبلها سبب لما بعدها. شوف انا عماله اقول لك اللي بعدها هي العكس، اللي بقى قبلها يعني لو ذاكرت ده سبب في انك تنجح، اذا كسلت فده سبب ان انت هتتأخر، اذا اهملت ده سبب هيخليك خايف، اذا اتفهمنا ده سبب ان يخلينا صعدة. تمام. اذا هدينا سبب ان يخلينا نستريح. واصلة المعلومات؟ تمام يا أستاذ. تمام. ده كده ايه فاء السببية. في حاجة رابعة بقى مش موجودة في اللي قبل كده، اسمها واو المعية. ايه واو المعية؟ هي واو عاملة زي واو العطف. تمام. بس ما بتجيش بمعنى اللي هي دخل محمد واحمد، ما بتجيش مع كده، ولكن بمعنى مع ان، يجي معناها مع ان. ازاي؟ الاول هي شروطها نفس شروط فاء السببيه، زي ايه؟ ما تزال تجتهد وتتقدم مع، يعني بتجتهد وتتقدم مع بعض. تمام. انت فاهمه حاجه؟ بصي هي مش مذكوره، ما بتجيش كتير، بس احيانا بتيجي في الامتحانات وكده، احيانا بتيجي احيانا بتذكر. تمام. بس ده تمام. كده الايه، ده كده الدرس. يبقى ايه نصب الفعل المضارع؟ هنقول تاني في عجاله كده. نصب الفعل المضارع او ادوات نصب الفعل المضارع قلنا كام؟ قلنا في ادوات نصب فعل المضارع بدون شرط، دي اللي احنا عارفينها قبل من قبل كده، ان، لن، كي، ولام التعليل، بتنصب الفعل المضارع بصفه عامه بدون اي شروط، جت وبعدها الفعل المضارع على طول الفعل المضارع منصوب. اما بقيه ادوات النصب اللي بتنصب الفعل المضارع ولكن بشروط، اللي هي ايه؟ حتى، ولام الجحود، وفاء السببيه، كل واحده فيهم ليها شروط. قلنا حتى الفعل المضارع بعدها لازم يكون يدل على الاستقبال، لازم يدل على المستقبل. لو بيدل على الحال، على الوقت الحالي، يبقى هنا لا تعمل. لو بيدل على المستقبل هتعمل. لام الجحود، قلنا لام الجحود مالها؟ بتدخل على الكون المنفي، بتيجي قبلها، قصدي كون منفي،
اللي هو الفعل كان وتصريفاته، تمام؟ والجملة بعد لام الجحود خبر لإيه؟ خبر لإيه؟ لكان، تمام؟ تمام. وتالت حاجة فاء السببية قلنا بتيجي بعد طلب أو نفي، وعلى طول هتلاقي السبب اللي قبلها سبب في اللي بعدها، وعلى طول هتلاقيها قاعدة بين فعلين. ذاكروا فتنجحوا، أهملتوا فأخاف، تتكاسلوا فتتأخر. الفاء بين قبلها فعل وبعدها فعل، تمام؟ تمام. قول معايا. هي انا قلت لك هي نفس، هي بتيجي بنفس معنى فاء السببيه بنفس شروطها بنفس كل حاجه، بس مش بتيجي كتير، بس نذكرها برضو عشان هتنفعك قدام، سواء ممكن في الترم الثاني او في السنه الجايه والثانويه العامه، وعليك خير ان شاء الله، تمام؟ يلا تمام. في اي مشكله في اول درس؟ لا ده مش كده تمام. أول درس نحو عندك السنة دي، نصب تمام الفعل المضارع، تمام؟ تمام في أي سؤال؟ لا مش شوف. فاهمة الدرس كله؟ لو في تمام أي الحمد لله. سؤال قول، إحنا لسه معانا وقت، لا تمام. تمام؟ ماشي حبيبتي. اسمك إيه؟ شذا؟ تمام. مبسوطة اني كنت معاكي النهاردة يا شذا، ومحدش دخل غيرك، بس تمام وخير. اتمنى تكوني فهمتي الدرس والدنيا كانت بسيطة بالنسبة لك، وان شاء الله نتقابل على خير الله. ان شاء الله. ماشي حبيبي، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.